خمس حبات بيض، ملعقتين كبيرة فانيلا، ملعقة كبيرة أصنص اللوز، برش برتقالي، عصير برتقالي، ثلاث ملاعق كبيرة سكر، بدنا كمان نصف ملعقة كبيرة قرفة، نصف ملعقة صغيرة كبش قرنفل، ملعقة كبيرة طحين، ملعقتين صغيرة باكينج باودر، ملعقتين كبيرات قرشلة منزلية، و150 جرام جوز كامل. للتزيين بدنا نصف كوب سكر، كوب ماء، ثلاث حبات كبش قرنفل، حبتين عود قرفة، عصير ليمون، عصير ليمونه وبرش ليمونه. هلا بنجيب، ليش ايش قصدي قرشه منزليه؟ بنجيب الخبز التوست، اي خبز قديم عندنا بنحطه بالفريزر بعدين بنطوله وبنحمصه، ما فيش داعي نكبه. بعطيها قرشه كثير زاكيه جوا الكعكه، تمام. بدنا نحط معه الطحين والجوز، هاي جوز، نحط الطحين. كنت بتحكي عنه إيش شف إنه الطحين، هل اللي عندهم حساسية من الطحين بيقدروا يبدلوها، ما يقيموها، يبدلوا هاي المعلقة مثلاً بسميد، بطحين شو اسمه، طحين جوز الهند. هلا في طحين جوز الهند، في طحين اللوز، بيقدروا اللي عندهم حساسية بيقدروا يستعملوا يأكلوا هاي الأكلة. الناس عندهم حساسية من الطحين بيقدروش يأكلوا بالمرة، عرفت كيف؟ فهلا حطينا الجوز وحطينا أستاذي السكر والأرشلة أو الخبز المحمص والقرفة، نحط القرفة بس عشان ما ننسى ولا إشي. هاي الخلطة الأساسية تبعت الكيك. رفعنا بياض البيض، هلا نحن عندنا خمسة بيض، خمسة بيض نفصلهم عن بعض، رفعنا بياض البيض، هيا شوفوا ما أحلاه، بس خفقناه رفعنا، وهلا بدنا نبلش نطبق الكعكة. تمام، هلا بنحط صفار البيض، نضلنا نضربه ليصير لونه على صفر. هلا رح اضربه بس احكي لك، واحط عليه الفانيلا واصنص اللوز. اصنص اللوز اذا متوفر عندكم، صار متوفر بكل كل كل السوبر ماركت حتى الصغير والكبير. ما لقيتوا اصنص لوز تقدروا ما تحطوا ولا شيء، لان اصلا هي فيها جوز. تمام، هلا رح اضرب الصفار، واضحه الامور، ضربنا هون شو حطينا هون، هلا رح اضرب الصفار. هلا رح نحط البيكنج باودر، اوكي، وبرضه نخلطه معهم. هلا ندخل البياض، بسموه فولدينج، نظام الطي، ما بدنا ندخله بالخفاقه، بصيرش ما بتصير نحطه وبعدين نخفقه، خلص. هلا بالايد شوف ما احلاه زي الكريمه، اوكي، وبدنا ندخله تدريجي جوا الاكله. فولدينج ايوه، هذا بسموه فولدينج، وبعدين بنسكبها. هلا هاي الخلطه اللي انا عملتها بتعمل قالب صغير هالقد وواطي، بدهم يعملوا زي القالب اللي هلا رح انا اعمله، لازم يعملوا ضرب اثنين، يعني الكمية ضرب اثنين. تمام، هيها بدنا نسكبه مبين، يلا بطلت زي اول. هلا هاي ضرب واحد، اذا انتم بدكم اياها تطلع اعلى ضروري تعملوها ضرب اثنين. تمام تمام، هلا بدي اوديها على الفرن. اللي بزمر اللي بزمر وبعدين لحظه هاي بدنا نحطها بالفرن، بس عشان الفرن مش حامي بحبش ادخلها بتصب تهبط. بدنا نحطها بالفرن على درجه حراره 180، بتاخذ تقريبا من 20 ل 25 دقيقه. بليز ضلكم افقدوها لانه ما فيها طحين، فيها بيض بتستوي بسرعه.